إن العائلة نواة المجتمع، فمنها ينطلق المرء للانخراط بمحيطه الواسع، وفيها يلقن القيم الحسنة والأفعال الخيرة. لكن هل توقعتم يوما أن تكون العائلة عبارة عن عصابة مجرمين ينتهون بقتل بعضهم البعض؟ تابعوا معنا قصة عائلة فريمان التي أذهلت الرأي العام بغرابتها. قام كل من براين فريمان البالغ 17 سنة وديفيد الذي يصغره بعام واحد بقص شعريهما ورسم تاتو على الجبهة يعبر عن أفكار النازية الجديدة التي يناصرها الصبيان. قد اعتاد الإخوة فريمان على ترهيب محيطهم السكني في منطقة سالزبوري، فكان الأباء يحاولون تفاديهما قدر المستطاع لأنهما لم يفوتا فرصة إزعاج السكان يوما. كانا صاحبا سلوك منحرف، وكان ذلك باديا على تصرفاتهما اليومية التي لا توحي بالأمان ولا الاستقرار الفكري. كان الإخوة فريمان يخلقان حوادث لإبقاء المنطقة تحت قبضة الخوف والترهيب، لكن لم يتوقع أحد من أن تتمادى تصرفات براين وديفيد لحد الإجرام. ولكن ليلة واحدة كانت كفيلة بزرع الذعر الفعلي في كل منزل من منازل المنطقة. ففي 26 من فبراير عام 1995 حصل ما لم يكن بالحسبان، إذ بمساعدة ابن عمهما نيلسون قتل براين وديفيد فريمان والديهما بريندا ودينيس فريمان وشقيقهما إريك فريمان البالغ من العمر 11 عاما. وقع خبر وفاة العائلة مثل الصاعقة على أهالي المنطقة، هم الذين كانوا يشعرون بخطر أولئك الصبية منذ فترة طويلة، حتى إنهم لاحظوا التصرفات والشعارات التي كان براين وديفيد يقومان بها، مما يوحي بتصرفهما الواضح للنازية. لذا حاول الأهالي التنبه ريثما تتمكن الشرطة من التأكد من الفاعلين. من قال إن أفكار التاريخ الماضي ونزعات زمن الحرب ستؤول لهكذا نتائج جسيمة في كنف عائلة لم يكن مصيرها جيد؟ ومن كان ليعتقد بأن يكون مصير عائلة فريمان على هذا النحو؟ الأخ الأصغر والوالدان تحت التراب، وديفيد وبراين وراء القضبان. لم يكن سوى القليل من الوقت إلى أن تمكنت الشرطة من توقيف الإخوة، فكان غيابهما عن الأنظار دليلا حاسما بأنه يوجد ما يستدعي الشك حول أمرهما. فحسم رجال الشرطة الشك باليقين ليعترف الإخوة بفعلهما الفظيع، وقاما برواية تفاصيل الجريمة وكيف قاما بقتل والديهما وأخيهما الصغير بمضرب بيسبول، وكيف وجها الطعنات لهم بواسطة سكين حاد. وقد قام ابن العم بالاعتراف ليصبح مذنبا مثله مثل ديفيد وبراين أمام القضاء، ليحكم عليهم جميعا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروع. تمكنت الشرطة خلال التحقيقات من التوصل إلى معلومات عن معاملة ديفيد وبراين المريعة لعائلتهما، فكانا يقومان بالتهديد المستمر لكل فرد بالقتل على الدوام، كما وأن سلوكهما كان متطرفا لدرجة أن الذعر كان يخيم على أجواء المنزل دائما. كانت عملية القتل تلك نهاية المعارك الصعبة الدائرة بين الأهل والأولاد، وكان صغر سن ديفيد وبراين الأمر الذي جعل من القصة كابوسا لكل الآباء في المنطقة. لم يكن صغر السن مانعا من إدانة ومحاكمة الإخوة فريمان، فتطورت قوانين الأحداث وأصبحت تحاسب على الأفعال الجرمية الجنائية كالقتل وغيرها من الجرائم الشنيعة بهدف ردع المراهقين والصغار من ارتكاب أي جرم مماثل وأذية محيطهم، ولتكون بذلك العقوبة بمثابة عقاب يستحقه كل من ينهي حياة شخص آخر أو يتعرض لها. وبالنسبة للدوافع التي أوصلت براين وديفيد لأفظع الأفعال، أحاطها غموض والتباس، فلم يتمكن أحد حتى من بعد التحقيقات والاعترافات من معرفة
إذا فعل ذلك أو لا.